نظموا الحمل بتخففوا الحمل. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، وأولى استضافاتنا لليوم بتسعة الصباح رح نتحدث عن تطوير الأعمال، وهو واحد من أهم المسارات التطويرية سواء كان في المؤسسات الصغيرة أو الكبيرة أو المتوسطة. رح نتحدث عن مؤتمر الأعمال 360 درجة مع الأستاذة حنين الخطيب، وهي مديرة مكتب منظمة سبارك الراعية لهذا الحدث. اسمحوا لي أرحب فيها وأصبح عليها. يسعد صباح. شكرا كثير لكم على استضافتنا. يسعد صباحكم. طبعا يعني احنا دائما بنركز على الإبداعات اللي احنا قاعدين نشوفها في مجتمعنا المحلي وفي هذه الساحة الأردنية، وهنالك العديد من المؤتمرات اللي قاعدين نشوفها. حنين الخطيب، أول شيء في البداية أسعد الله صباحك، ومن ثم حدثينا عن فكرة هذا المؤتمر من وين اجت لحنين؟ يسعد صباحكم وصباح المشاهدين. الحقيقة انه مؤسسة سبارك وهي مؤسسة هولندية، جزء كبير من الشغل اللي بنشتغله هو التركيز على تحسين فرص العمل للشباب، وهذا الحكي بيكون عن طريق دعم ريادة الأعمال ودعم أصحاب الشركات الصغيرة والناشئة ومتوسطة الحجم. فكرة المشروع أعمال 360 درجة إجت من مبدأ أن إحنا حابين نطلق برنامجنا باستقطاب هدول الرياديين عشان يشوفوا شو الخدمات اللي بتقدمها سبارك على شكل فعالية على مدار يومين اللي هم 8 و 9 2. مين دعمكم حنين بهذا المؤتمر؟ مين بيقدم لكم دعم دائما بكل الفعاليات اللي بتقدموها؟ هلا اولا الداعم الاكبر او الممول هي وزاره الخارجيه الهولنديه. هذا المؤتمر تحت رعايه دوله الرئيس الدكتور عمر الرزاز وتحت رعايه سعاده السفيره الهولنديه. سبارك ايضا قدرت بهذا البرنامج او الفعاليه انها تحصل على دعم مجموعه كبيره من الخبراء من خارج وداخل الاردن اللي هم 20 خبير. نعم. نشكرهم كثير على دعمهم ان نقدر نقدم. نحن بنشكرهم طبعا. يعني انت تكلمت عن الدعم الخارجي، لكن هل كان في دعم داخلي من يعني من الاردن يعني من عده قطاعات؟ هلا الحقيقه من الناحيه التعاونيه والتشاركيه، اولا شركائنا بالمؤتمر نفسه هم لومينوس للتعليم، مشكورين كثير كمان على دعمهم لفكره المشروع. وفي عندنا كمان اذا بتشوفوا دوله الرئيس اهتم بالموضوع وراح يطلقوا تحت رعايته، بالإضافة لمجموعة من الخبراء العرب اللي رح يشاركونا هذا اليوم وينقلوا خبراتهم لأصحاب الشركات وأصحاب الأعمال. طيب حنين، يعني حدثينا أكثر على أهم النقاط التي تم تداولها في هذا المؤتمر، وأهم الشغلات اللي أنتم بتركزوا عليها من خلال هذا المؤتمر. تكلمت عن الريادة، عن توفير فرص العمل، لكن هناك مثلا رؤية معينة تتبناها هذا المؤتمر أو بداية كل مشروع، فشو اللي هي الرؤية بالنسبة لهذا المؤتمر؟ الرؤية الأساسية لهذا المؤتمر هو جلب المعرفة لأصحاب العمل. كيف إحنا بنقدر إن نوفر 15 دورة تدريبية بيوم واحد بنناقش فيها التحديات الأكبر اللي بيواجهوها أصحاب الشركات في ظل الظروف الاقتصادية اللي عم نعاني منها شوي بالأردن، وكيف إن نشوف الأمل ونرجع نرجع هذا الطموح إن فعلا إحنا بنقدر نقوي اقتصادنا بشركاتنا بالأردن. في عندكم مسابقة اسمها بداية لخطط الأعمال. مزبوط. حابين هيك نحكي عنها أكثر، وما الهدف من هذه المسابقة؟ مسابقة بداية أو مشروع بداية لخطط الأعمال مشروع صرنا عم نشتغل عليه بحوالي 3 شهور في كل مناطق المملكة. مندعو شبابنا الأردنيين أنهم يحصلوا على تدريب لفترة 15 يوم. تدريب كيف أنك تبلش فكرتك تحولها لشركة وتكتبها بخطة قابلة للتمويل. إن شاء الله بخلال مؤتمر أعمال 360 درجة رح يكون بنهايته حفل الختام عرض أنجح 10 أفكار لشركات. رح تبعثونا دعوة؟ طبعاً 100%. يعني أكيد إن شاء الله مشرف نغطي لكم. ولكن من خلال هذه المسابقة الأشخاص اللي يعني بترشحوا وبيفوزوا بالمسابقة تم تمويلهم بمساعدتهم لآخر المشوار ولا لفترة معينة وبعدين بيعتمدوا على حالهم؟ هلأ إحنا سبارك بنحاول نمشي معاهم الرحلة، هي رحلة ريادة الأعمال. بتبدأ بالتدريب وبعدين بتساعدهم سبارك بدعم مالي، وبرضه بنساعدهم انهم يدخلوا حاضنات اعمال كيف يتوسعوا ويكبروا حتى يقدروا يوقفوا على اجريهم، فرح تكبر. هاي بدايه الخطوه. ان شاء الله يا رب كل التوفيق. يعني احنا كمان ودنا نتحدث بشكل بعيد عن الرسميات، خلينا نحكيها في اللغه شويه المحكيه.
اللي هسه مثلا اي واحد مثلا عنده شاب عنده مثلا مشروع، مثلا انا مثلا ممكن يكون عندي مشروع معين، فانا كيف بدي ابدا من الصفر مع سبارك مثلا او مع المؤتمر الى النهايه مثلا، او ممكن الى اول خطوات مثلا نقول اللي انا اقدر امشي فيها اكمل مثلا؟ حدثيني مثلا يعني بالتفصيل شوي عن يعني اهم مثلا يعني الاشخاص او مثلا الافكار اللي كانت موجوده في هذا المؤتمر. هلا بالنسبه لتطوير الافكار او تطوير الرياده او الرياديين، احنا بنبلش بالفكره وكيف تبلور الفكره، كيف تتحول من فكره بخيال الانسان وكيف تتطبق على ارض الواقع. هاي اول شغله. الشغله الثانيه، احنا بنخوض مع الشباب رحله استكشاف سوق العمل، مين منافسينك راح يكونوا، كيف تسوق لنفسك، كيف تعمل دراسه، وين لازم يكون موقع الجغرافي لشركتك لما تفتحها بيوم من الايام، وبنفس الوقت انت عم تتعلم من رياديين اخرين. احنا بنحضرهم وبنعرفهم على رياديين اخرين يساعدوهم ويفيدوهم كيف قدروا هم يتخطوا هاي التحديات. حنين، ما بعد 360 درجة ايش رح يكون عندكم؟ ما بعد 360 درجة المرحلة الجاي، هاي بس الانطلاقة. الشركات اللي رح يشاركوا معنا وريادي الأعمال رح نخوض معهم تجربة ان نمشي معهم بتكبير شركاتهم، وهون سبارك بتفوت بخطه استراتيجيه لكل شركه، نعمل لهم تحليل وبعدين بناء على احتياجاتها بنشوف كيف مسارات تكبير هاي الشركات. بالنسبه للخطه اللي انتم يعني حاطينها على ماشيين عليها، وين بتشوفي ان شاء الله مدى نسبه النجاح بتقيسيه في الوقت الحالي وممكن لقدام؟ هلا هي رحله في بوادر للامل، لان سبارك ومجموعه من المؤسسات اصلا بالاردن وبدعم من ناس زي الحكومة الهولندية، بالإضافة لخطة الإصلاح الاقتصادي الأردنية، كلنا ماشيين على نفس النهج. ففي أمل، وفي أمل كبير إن إحنا، بس هذا الأمل كله الحقيقة بناسنا بشعبنا، لأن إحنا أهم مورد بالأردن اللي هي الموارد البشرية. عصيرة الناس والشعب اكثر، يعني بنعرف احنا المناطق النائيه وبالمحافظات وبجوب الفقر بنشوف انه بيعانوا وعندهم صعوبه لحتى انهم يتوجهوا للمراكز الحيويه، سواء كانت رياديه للمشاريع او غيرها بما يخص الاعمال يعني المشاريع الصغيره او الكبيره. بتتوجهوا للشمال للجنوب لجيوب الفقر، كيف بتقدروا انه توصلوا للاشخاص اللي مش قادرين يوصلوا لكم؟ الحقيقه بطريقه تنفيذنا للمشروع اشتغلنا مع 3 شركاء منفذين بالشمال والوسط والجنوب. واشتغلنا بالمفرق واربد بعمان والزرقاء وبالكرك والعقبه، وبالرغم من هيك فتحنا المجال لاي حد لما كنا نشوف اعداد كبيره ان نروح لهم لمناطقهم نعمل لهم التدريب. فاحنا كسبارك بنحاول ان نوصل للجميع، وبنحاول ان نشجع كمان حاضنات الاعمال اللي عم تكبر هلا وعم تنتشر بكل المملكه. ففي امل كبير، في انتشار كبير، وفي تركيز كبير على هذا الموضوع. يتم التركيز على فئه معينه من المجتمع ام يكون شامل الجميع؟ هلا احنا بنحاول نكون شموليين، مشروعنا ركز على الشباب من عمر 18 ل 35 سنه، فحاولنا قد ما بنقدر نفيد فئه الشباب وهي الفئه الفاعله، يعني والبنات 18 35 فئه فاعله لسه بقمه عطائها يعني اذا بنحكي. صحيح. والامل الحقيقي والشيء اللي احنا كمان خلانا نشوف انه في تغيير، انه نسبه مشاركه الاناث كانت كثير عاليه، والافكار المشاريع الحلوه كانت بتجنن من البنات. إيجابي. هذا كثير ايجابي يعني اكيد من نسبه طاغيه على الاناث هي متواجده معنا حنين اليوم تتكلم عن المؤتمر. يعني دائما نتمنى جميع التوفيق يعني لكم في كافه مراحلكم، سواء في هذه المرحله ام في المرحله القادمه ام في المرحله ان شاء الله التي تتلو القادم ان شاء الله. طبعا احنا يعني كل المشاهدين حابين يستفيدوا من هذا المؤتمر، فحاب انك مثلا توجه لهم كلمه بخصوص هذا المؤتمر او تستقطبيهم بالنسبه لهذا المؤتمر او شو ممكن يجوا يسووا في هذا المؤتمر. هلا المؤتمر فعاليه على مدى يومين فيها 15 ورشه تدريبيه عم تحصل بنفس الوقت وبتتكرر، فصاحب العمل او الريادي او سيده الاعمال تقدر تعمل الاجنده الخاصه فيها خلال اليوم بما يتناسب مع تحديات شركتها او شركته. في وجود 13 خبير وفي وجود جلسات فردية بتطلعوا على نفس تحديات الشركة وبعملوا له توجيه فردي، ففي عنده مجال أنه يتعرف على شركات أخرى، يسمع تحدياتهم، نطلع بحلول مبتكرة مع بعض، وبعدين القادم أفضل. أكيد. يعني هاي البداية، وبعدين سبارك رح تمشي معاهم الرحلة كمان إن شاء الله. يعني كمان هناك انت تحدثت عن العنصر النسائي الفعال في هذا المؤتمر، هل يعني مثل ما نقول أنه يعني غياب العنصر يعني
الرجال عن هذا المؤتمر يعني لغايات مثلا معينة أو في شيء؟ لا 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 بالعكس، هلا المؤتمر بشكل عام بيركز على رجال وسيدات الاعمال، هو مشروع بدايه يعني كان في عنصر نسائي اكثر، هذا شجعنا، بس المؤتمر بيشمل الجميع. في بعض الجلسات بتركز على رياده الاعمال مع السيدات، وفي بعض الاشياء اللي بتركز على رياده الاعمال بشكل عام. يعني كل التوفيق حنين الخطيب لكم لمنظمه ومؤسسه سبارك، شكراً يعني لك. ان شاء الله هيك بنشوف النجاح على ارض الواقع، وبنشوف مجتمعنا بتطور بفعل وسواعد الشباب وكل الاشخاص القائمين على المنظمات، هي بالفعل خاصه ولكن هي يعني بتهدف المصلحه العامه. شكرا مصر. حنين شكراً كل التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا ودائما نتمنى لك كل التوفيق في مثل ما تكلمنا في المرحله هذه وفي المرحله القادمه والتي تتلو القادمه ان شاء الله. إن شاء الله. كل التوفيق وشكرا لك على تواجدك معنا اليوم حنين الخطيب.